بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة عدن مع وفد عسكري بريطاني أوضاع خفر السواحل والموانئ في عدن، وناقش الفريق الداعري مع الوفد البريطاني الذي يترأسه مستشار الأمن البحري بالسفارة البريطانية بالرياض بيتر ديفيس ومساعد الملحق العسكري بالسفارة البريطانية ستيف جراي أهم القضايا المتعلقة بطبيعة ومهام البحرية وخفر السواحل والموانئ اليمنية وأهم الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.